للعيد بهجته وفرحته التي ترتسم ملامحه في عيون الأطفال، فهو يمثل بالنسبة لهم فترة من السعادة والمرح. ففي كربلاء تكتظ مدن الألعاب بالعوائل الكربلائية التي تصطحب أطفالها لتكون وجهتهم المفضلة للاستمتاع بأجواء جميلة من اللهو والمرح. طبعا هو هذا العيد هو للأطفال، نطلع أطفالنا نفرحهم مدينة الألعاب، يعني المتنزه نطلعهم نشتري لهم ملابس، ويعني هي هاي الفرحة، فرحة الأجهال طبعا ما تتعوض. يعني هم بالأعياد بعد هي يلا العوائل تصير لها مجال ينجمعون، نطلعهم يعني هي مدينة الألعاب للمتنزه يلعبون ينجمعون ويا الأطفال. الهدايا والملبس الجديد جزءا لا يتجزأ من فرحة العيد بالنسبة للأطفال، حيث تحرص العائلات على شراء الملابس الجديدة والهدايا لأطفالها لتعبر عن مشاعر الحب والاهتمام، فهذا التقليد يمثل مصدرا كبيرا لسعادتهم. يعني هو العيد احنا نطلع نفطر نلبس ملابسنا الجديدة، نطلع المنتزهات، يعني العيد كلش حلو. يعني احنا نتبنى العيد يوميا يجي على مود يعني العيديات وهيك، كل ما نقعد الصبح نبدل ملابسنا أن نطلع وياهن نلتم بيت جدي، ويعني نستلم عيديات وونسة ما لها. يعني العيد هو الونسة، ونتمنى يوميا يرجع حتى أهلنا يشترون ملابس، نطلع بالمطاعم. يبقى العيد وقتا استثنائيا يمنح الأطفال فرصة لبناء ذكريات جميلة تحمل في طياتها الفرحة والمحبة والتسامح. من كربلاء طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.